وقدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل معه. اسمح لي نعم. يعني مثلا في مرة هذا في الصحيح في البخاري وغيره واحد من أكابر الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان من الفقراء بل من الفقراء جدا من أهل الصفة. الصفة ديت كانت مكان في ظهر المسجد النبوي حتى كده مرتفعة مظللة كانت مأوى لمن لا مأوى له من الغرباء خاصة من المهاجرين. فسموا أهل الصفة يعني هم اللي بيأووا لإيه هم أضياف الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتته صدقة طبعا لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله فكان يدفعها إليهم، وإذا أتته هدية كان معهم منها أو أصاب منها وأعطاهم. كذلك الصحابة كانوا يعني يواسونهم أهل الصفة. وأهل الصفة دول يعني كمان شأنهم عجيب، يعني شوف هم بهذا الفقر الشديد ولكن سبحان الله كانوا يقومون على عملين عظيمين من أعمال الإسلام. الأول حفظ العلم، كانوا فيما بينهم يتدارسون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم العمل الثاني كانوا يقومون على الخدمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من تنظيفه ولو حد جاب أكل ولا شرب يوضب للناس و... ثم كانوا يعني زي ما نحن نقول يعني بشكل آلي أوتوماتيك أول من يستعدون للجهاد في الغزوات. يعني دي ما فيهاش كلام، هم أول ناس. يعني هذه الوظائف الآن في أي مجتمع معاصر كم تجرى عليهم من الأموال ألا يكون في أول صفوف المقاتلين ويقومون على حفظ العلم ويقومون بخدمة عامة للمسلمين رضي الله تعالى عنهم. فكان أبو هريرة من هؤلاء، وكان هو يحكي عن نفسه في أحاديث كثيرة يقول والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وكنت أربط الحجر على بطني من شدة الجوع رضي الله عنه، حتى يجيء الجائي فيظن أني مجنون لأنه مرمي على الأرض فيظن أنه في صرع أو وما بيجي وما بي إلا الجوع. يقول فقعدت يوما على طريقهم، يعني على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يصرح بحاجته فيقول لك إيه خليني كده إيه وهم إيه طالعين من المسجد أبقى إيه يعني في سكتهم كده، فأكيد حد هياخد باله من إيه من وضعي ومن شكلي ومن قال فمر بي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني أو إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل ما انتبهش. يعني يقول له الآية دي معناها ايه؟ قال له معناها كذا كذا ومشي. قال ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. قال فما أدري إلا وقد خررت على وجهي، يعني من شدة الجوع. قال فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي فمد إلي يده وقال قم، فقمت فقال يا أبا هر صلى الله عليه وسلم. هو اسمه أبو هريرة لكن ما قالوش يا أبا هريرة، قال يا أبا هر. ودي في لغة العرب أي اسم لما تأثره تكون للدعابة، وإحنا بنعمل كده حتى الآن. يا أبا هر، فعايز يعني هو أبو هريرة عايز يقول يعني مش وقت الدعابة أنا مش شايف. قال ألحق تعال ورايا تعال معايا. قال فدخل بيته فاستأذنت فأذن لي فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى بيته.
فوجد قدحا من لبن فسأل يعني إيه ده؟ فقالوا أهداه فلان أو فلانة هدية. بس أبو هريرة فرح، فقال يا أبا هر مرة ثانية، برضو بيدلعوا بالها تاني، مش يعني مش وقته، هو عايز يأكل. فقال لبيك يا رسول الله، قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. هذا في الصحيح، صحيح البخاري. يقول أبو هريرة فساءني ذلك، اتضايقت يعني، يقول إيه اللي في نفسه. قال وما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة، كلهم يشربوا منه يعني. أما كان أحق أن أنال منه شربة فأتقوى بها؟ طب الأول خديني حاجة، وبعدين لما أنا أروح عند أهلهم مين اللي هيسقيهم؟ أنا. وما عسى أن يبقى لي من هذا اللبن. فبقت نكد. قال ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، لابد أن ينفذ يعني. أشوف المشاعر جواه، مشاعر ضعف بشري عادية، لكن عنده الطاعة مقدمة. قال فذهبت فدعوتهم فأتوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا وأخذوا مجالسهم. فقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأسقهم. قال فأخذت القدح فكنت أدفعه إلى الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح لي، فأعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد القدح لي، لف عليهم واحد واحد حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم فوضع القدح في كفه صلى الله عليه وسلم، ثم نظر لي وتبسم وقال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت، إحنا بس اللي فاضلين. قال صدقت يا رسول الله، صحيح أنا عايز أشرب. قال أقعد فاشرب. قال فقعدت فشربت. حتى تلاحظ في الكلام أنه حتى ما خطر على بالي يقول طب يعني اشرب أنت الأول يا رسول الله. خلاص يعني جاب يعني جاب أخره من التحمل في هذا. قال فشربت. قال اشرب فشربت. قال اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص شبعت على الآخر خالص. قال فناولته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. هذا الانتباه للأحوال مع الضيق الشديد، هذا الذي واسى أبا هريرة أولا، انتباه النبي صلى الله عليه وسلم له أول حاجة. قال فعرف ما في وجهي وما في نفسي ولم يصرح. حتى فيما بعد أيضا في البخاري يقول فلقيت عمر بعد ذلك فقلت له أنا امبارح سألتك عن كذا، والله إني لا أعلم بها منك، ما سألتك وحكى له. فسيدنا عمر قال له يعني ما انتبهت. قال والله لو علمت لكان هذا أحب إلي من كذا وكذا، لكن أنا ما انتبهتش، ماشي ورديت السؤال ومشيت. الشاهد أن شعور أصحاب الحاجات بأن المجتمع ينتبه لهم، وأول المجتمع المسؤولون عن المجتمع.